أنا اليوم بعتبر حالي أني تغلبت وانتصرت على كلمة يتيم للعالم تجي بتقول أنه حرام. طبيعي أنه أنا ما عشت طفولة مثل حياة طفلة بتعيش مع أمها وبيها. كان صعب لألي شارك هذا الشيء مع العالم كله، بس حبيت العالم تعرف أني أنا شخص مميز بمطرح معين، مش بس كشكل، لأن الشكل هي نسبة. أنا إيمانت بحالي، إيمانت أنه ما في قوة بالعالم بتخليني أقول أنه ما رح أوصل. الفترة اللي قطعت فيها من قبل سنتين وقت ما ولدت، أول سنة كانت بعد الولادة، نزحت 30 كيلو، يعني كان شكل ما كنت مع وضع حال هيك أبدا، وهذا الشيء كتير أثر علي بالدبرشن، كتير فهمت الدبرشن، وكتير كنت حاسة عم بكره حالي بالمراية. أنا اليوم هلأ حدا، صرت مستقلة وعندي مسؤولية وبفتخر بحالي وعندي ثقة بحالي الماكسيموم. عن جد أبدا ما بستحي أبدا بوزني أو إذا انصحت أو شو ما بصير، ما بستحي أبدا. وبدي عن جد أقول لكل البنات اللي عندهم شوي وزن زايد أو ناصحين، ما يستحوا أبدا بنفسهم. أصعب لحظة كانت لما تأكدت إنه أنا عندي السرطان، كانت كتير صعبة، بس دغري فكرت إنه هلأ شو بدي أعمل، كيف بدي أكون قوية. أول شي فكرت فيه إنه لتكن مشيئتك، وأنا أم لثلاث شباب، وحسيت إنه لا، أنا كرمالهم بدي أقاوم وكرمالهم بدي أعيش. أنا اليوم صار لي سنة بالضبط خلصت العلاج، شوفي شعري بلش يصير نورمال. بدي أقوله إنه عن جد الحياة بتستحق، بدنا نقاوم، بدنا ننتبه على حالنا وصحتنا، إذا مش كرمالنا كرمال اللي بحبونا، بدنا نضلنا واقفين على جنبنا. In my opinion, not every girl is meant to be a princess, and we're capable of everything. مش عايزين إنه حدا يمسك لنا إيدنا وهو يودينا نحن فينا نعمل كل شيء لحالنا. أول شيء دائما الناس وقتها يسمعوا إنه التايكوندو، they think إنه هو سبار للشباب، والبنت إذا فادت فيه ما رح تكون feminine وإنه رح تصير مثل صبي وهيك، which is not true at all. ساعدتني إنه إذا مثلاً عندي exams وهيك بدي أتعود على الضغط أقدر أتمرن وأدرس بذات الوقت. بحب ساعد، بحب كون for anyone، ساعده وقد ما فيني بعطي، ما بنطر حدا يعطيني. I give everything for my family, for anyone who is around me. أهلي حتى أحيانا بيحكموا علي إنه بيي، بيحكموا علي بطريقة غلط، خيي، يمكن بلبسي كيعتبر منه اللبس الإسلامي اللي لازم نحن نلبسه كبنات محجبات، بس ما بتطلع على رأي أي حدا، بعتمد أنا شو بدي وأنا كيف. بدي اشتغل، بدي اتعب. يعني انا وقت اللي رحت واخترت انه انا اروح اشتغل، واجهت كل اللي حوالي انه انا بقدر اشتغل وبقدر وفق بين الاولاد وبين تربيه الاولاد وبين حياتي الاجتماعيه وبين حياتي العمليه. بس نوصل نحن للهدف اللي نحن راسمينه براسنا، وانا كامراه يلي رسمته انا براسي، يمكن بقدر ارتاح، يمكن بقدر اوقف شغل، يمكن بقدر انا كفي شغل، بس انا اللي بقرر. هيدي اللي بايدي، هيدا عقد اللولو، هديتني اياه ماما ليله عرسي، لتقلي يا ماما ما تنسي انت بنت مين، ولتقلي انه هيدول الحبوب البيض لازم يكون قلبي مثل قلب هالحبوب البيض كل ايام حياتي. Well, growing up ما كنت بدي اكون بالفاشن، لانه كنت تخوفني كثير، لانه ما كنت الإيماج اللي لازم تكونه.
لأكون بالفاشن، يعني ما كنت اللي بشوفهم بالمجازين، ما كنت اللي بشوفهم على الإنترنت، ما كنت اللي بشوفهم وين ما كان. كأنه everything is related to أنت كيف شكلك. When it started with bulimia at first, and then it went into anorexia, and then it's like a whole yo-yo of anorexia, bulimia, depression, anorexia, bulimia, depression. And now I'm learning to be stronger, and I am stronger, and I'm very happy of how resilient I am. I never knew I was. Ooh, oh, freedom, yeah, yeah, woman to woman freedom. I ran into maybe some types of racial profiling, people asking weird questions about my hair. I'm constantly being judged. This is the thing. This has been the center of a huge part of my experience here. Just constantly feeling like I'm being judged as a black person. I'm from America and you're from Lebanon, and here we are having conversations as if we grew up together. حرش حدا فيها، وضلت لثلاث سنين هيدا الشخص عم يتحرش فيها، لأنه ما حدا شرح لها شو يعني، ما حدا شرح لها إنه غلط، وخبرها هيدا الشخص إنه ما تقولي لحدا، وهي ما قالت لحدا. من بعد ما حدا تاني found out about it وحسسها إنه هي الغلط. ثلاث سنين عايشة بخوف إنه حدا يعرف، حدا يعاتبني. I'm thankful I went through that because I genuinely fear what I would have been if I did not go through that. شو الاشياء اللي فيني اتعلمها واستعملها against this person؟ شو الاشياء اللي انا فيني اكون اقوى منه؟ لهي انا اقوى منه بكتير، انا كتير اقوى منه. اكتر صعوبة واجهتها بحياتي من وقت ما انتخبت من لبنان، حتى قبل يعني as a young girl, as a young woman لليوم، هي معايير الناس بتحطها لي. قد هي برأيها انت فيك تعمل، قد هي برأيها انت فيك تحقق، لوين فيك توصل، شو بتقدري او ما بتقدري تعمليه. اذا بدك اللي تربى فيه هو الريزيلينس. انا رح احقق اللي انا مقرر احققه بكل جهد وبتعبي، ورح أثبت لكل الناس إنه غلط.